الأسبوع اللي فات عرضنا فيه مساء دريم أزمة اللاعب حاتم عبد الآخر لاعب منتخب مصر للجودو، وكلمناه هاتفيا وكلمنا والده المحترم، وكنا بنحاول نفهم ايه أبعاد الموضوع، ايه أبعاد المشكلة، وعنا أكتر من مداخلة الحقيقة يومها مع كابتن حاتم كمان، وحاولنا نتواصل مع رئيس الاتحاد، وقلت يومها على الهوى هو الحقيقة رفض ان هو يعلق على الموضوع، يعني هو حر، لكن في النهاية بس احنا عايزين نعرف، لأنه لما بيكون عندك لاعب يعني مستوى لعبه ويعني ممتاز سواء لعبا او يعني اداء وخلقا، وبيشهد له الجميع بالشخصيه الجاده الخلوق اللي بيلعب كويس اللي بيحصد جوائز ما شاء الله، احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن ما حصد وقد ايه رفع اسم مصر بره وعلم مصر بره، فلما يكون عندك اللاعب ده تحاول يعني على قد ما تقدر انك ما تزعلوش، يعني تحاول انك تشوف هو محتاج ايه، مش بقى كمان انك انت يبقى في موضوع وتدخله في قصص كده وحكايات وكنت هصفرك، لا سحبنا اسمك، لا هنطلع واحد تاني مكانك، يعني قصص، والحقيقه انه اغلب دول العالم ما كانتش كلها يعني بتشوف الناس اللي عندها الكفاءات دي وبتتعامل معاها بشكل يعني جاد قوي وبشكل يليق بيهم. المهم انه الجديد في الموضوع انه دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل اللاعب الاسبوع اللي فات ده على طول، قعد معاه وسمع منه ملابسات الواقع. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع، خلونا ناخدها هاتفيا من كابتن حاتم عبد الاخر لاعب منتخب مصر للجودو. يا كابتن اهلا بيك. اهلا بيك. يا اهلا وسهلا بيك. اهلا اهلا بيك. احنا عارضين صورتك دلوقتي مع دكتور اشرف صبحي. عايزين نعرف بقى تفاصيل اللقاء، سالك على ايه وانت حكيت له ايه وايه اللي حصل، اتفضل. والله انا اول حاجه قبل ما اروح اقابل دكتور اشرف صبحي، هو صراحه الراجل كان مرحب جدا باستقبالي، فانا حضرت الدكتور اشرف صبحي ودكتور هشام حطب ولجنه المعايير والاداره على، حضرت اولا المذكره من 4 ورقات تفصيليه بكل اللي حصل، مرفق بيها اولا حجز التذكره اللي طلع لي من الاتحاد، مرفق بيها الايميل اللي الاتحاد بعته لشركه السياحه الحكوميه ان انا داخل البطوله، مرفق بيها الايميل اللي فيه تعنت ان احنا ما تقبلوش، اللي هو كان هناك لما كانت زي ما قلت لحضرتك الاسبوع اللي فات لما كان رؤساء البعثه بيحاولوا يسجلوني، مرفق بيها الايميلات اللي من الاتحاد اللي هي ما تسجلوش اللاعب مهما حصل من اي جهه، واحنا الجهه الوحيده اللي تقول نسجله ولا لا، واحنا بنرفض بشده ولو سمحت ما تقبلوش اي حد، مرفق بيها هذا الايميل، مرفق بيها تذكره رجوعي اللي هي على حسابي اللي هو ان هو ما دفعليش تذكره رجوع، مرفق بيها كمان اللي اتحققنا كمان ان هو ما لغاش التذكره كمان، ده ساب التذكره قائمه، يعني لحد امبارح كانت التذكره قائمه، يعني التذكره حتى، وبالتالي كان في هنا موضوع اهدار المال العام اللي حضرتك شرحته باستفاضه الاسبوع الماضي. ايوه بالظبط. فمرفق بيها كل الحاجات، وانا صراحه شرحت الدكتور اشرف صبحي تفصيليا كل، وريته كل الحاجات دي، ووريته الايميلات اللي مبعوته، ووريته التذكره، ووريته القرار الوزاري اللي طالع بيه اسمي وطالع باسم الخمسه، وكل اللي كل اللي كل حاجات انا جهزتها ووريته كل الكلام. قال لك ايه يا كابتن؟ قال لك ايه دكتور اشرف؟ دكتور اشرف صراحه يعني راجل محترم جدا، وهو امر بتحقيق وتشكيل لجنه تنزل على الاتحاد للتحقيق في الموقف، وهما فعلا نزلوا اول امبارح للتحقيق في الموقف، وجابوا كل الايميلات دي، واستجوبوا كل العاملين، مين اللي ادى القرار بالغائه ومين اللي ادى الكلام ده كله، والعاملين كلهم مضوا على كل الكلام ده، وهو مستني دلوقتي الريبورت من اللجنه اللي هتتعرض عليه ان شاء الله الاسبوع الجاي، في اول الاسبوع الجاي الحد او الاثنين الجاي. والكلام ده كله برضو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا قابلت برضو بعدها على طول مهندس هشام حطب، وبرضو قدمت له مذكره وشرحت له كل الكلام ده، وبرضو امر بالتشكيل والتحقيق في الموقف، وكل وقال ان كل من غلطان او اي حاجه بعد نتيجه التحقيق كله هيحاسب على حسب نتيجه التحقيق، اللي غلطان هيحاسب واللي مش غلطان مش هيحاسب. طيب. انت توقعك ايه يا كابتن حاتم؟ يعني بعد كل اللي شرحته وكل الدوكيومنتس والاوراق اللي عرضتها على الوزير وقلت له الموضوع 1 2 3 بالاثباتات والتواريخ وحجوزات الطيران وكل حاجه،
توقعك كده ان شاء الله يعني ايه اللي ممكن أنا يحصل؟ انا اتوسم خير ان شاء الله، لان 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 دكتور هشام الدكتور اشرف صبحي وباشمهندس هشام حطب ناس في منتهى النزاهه، والقعده طمنتني وانا شيء يعني اتوسم خير ان شاء الله ان حقي ما يروحش، وان المهزله اللي حصلت والاهانه ان انا اتساب بره مصر والكلام ده كله ما يضيعش هدر ان شاء الله. بشكرك وبتمنى لك كل الخير والتوفيق، وانا سعيده ان احنا تابعنا معاك الموضوع، وان شاء الله هنفضل متابعين معاك الموضوع، وخلال الاسبوع الجاي برضه وان شاء الله يكون في تطورات، تكون اللجنه عرضت تقريرها على الوزير زي ما طلب. بشكرك الكابتن حاتم عبد الاخر لاعب منتخب مصر للجودو. موضوع ان هو كان مسافر بره ده وسابوه بره، يعني اعتقد كان في روسيا وسابوه بره كده، يعني ولا حجزوا له تذكره ولا ادوا له فلوس تذكره ولا اي حاجه، مع نفسك بقى وهو مسافر يمثل منتخب مصر، يعني مش مسافر يعمل شوبينج. فلا الحقيقه التفاصيل اللي حكاها لنا الاسبوع الماضي يعني مش طبيعيه حقيقه يعني. فانا سعيده الحقيقه ان وزير الشباب والرياضه اهتم وقعد وسمع والكابتن حاتم، لانه الراجل عنده يقين ان هو صاحب حق، ودايما اللي بيبقى عنده اليقين ده يعني اولا ما بيقلقش، لانه عارف انه ربنا باذن الله عاجلا ام اجلا هينصره، وتاني حاجه بيبقى متوسم خير لانه مطمئن ان هو بيقوله ده صح ان شاء الله خير.